مشروع مدينة السلام هو حلم، وبهالحلم الأحداث المخالفين للقانون اللي هن بنفسهم ضحايا بيئتهم وظروفهم عم بينوضعوا بمكان آمن مجهز لتأهيلهم من كل النواحي بعيدا عن ظروف الإصلاحيات والسجون البشعة اللي أوقات هي بنفسها عم بتكون سبب وقوعهم بالمشاكل مرة جديدة وتكرار الجرائم. هالحلم ابتدى من 5 سنين واليوم عم بيتقدم أو عم تنفذ بخطوات ثابته. رح نتعرف على كل تفاصيله مع ضيفتنا. برحب برئيسه الجمعيه اللبنانيه للتاهيل واعاده التاهيل السيده دورا مكاري. اهلا وسهلا فيك. ميرسي، اهلا وسهلا فيكم. سيده دورا، بالوقت اللي كلنا عم نحلم ببلد السلام، انتم عم تشتغلوا بخطوات ثابته على تنفيذ مدينه السلام. كيف نشات الفكره لهالمشروع وليش تحديدا هلا؟ هي تقريبا مش من هلا، يعني هو مثل ما كنتي عم تقولي حضرتك حلم من زمان، من 5 سنين بلشت الفكره من 5 سنين. لبل بالفكره الشخصيه، لانه كان عندي خبره عن السجون من قبل سنه 2000. كنا نحن لما نطلع على السجون ونشوف الحالات المزريه اللي كانت فيها الاوضاع السجون والاحداث اللي نشوفهم بروميه، يعني كانت شغله كثير قاسي بالنسبة لنا. هلأ في هو عقد بروتوكول معمول مع الأمم المتحدة بجنيف، والرئيس الفخري بتلزمنا بشروط معينة أو ظروف معينة للأحداث المخالفين للقانون. مظبوط. وفي هو بيمثل لبنان القاضي الدكتور غسان رباح. نعم. تعرفت عليه وصرنا بالعدة مناقشات نحن وياه، وهو عنده 6-7 كتب يعني كتبهم عن حماية الأحداث، ودايما عنده مؤتمرات بجنيف. بتعرفي بده واحد كمان يكون نشيط شوي، بيكون بيحب الشغل اللي انت عم تعمليها. هلا اجتمعت بافكار مع بعض نحن وياه، انه نحن مثلا هالاحداث الموجودين بلبنان عم نشوفهم، انه مش معقوله. يعني حتى كنت انا منظمه كفا للجنه التحرش الجنسي للاطفال، وكان عندي كتابه انه مش معقول الطفل او البنت اللي عمرها 8 سنين هي تكون تحرش بالشارع. بدك تكوني انت تشوفي العائله تتشوفي ليش عم بيصير فيهم هيك. من وراء هالاشياء والمناقشات والمؤتمرات اللي حضرناها والدراسات اللي عملناها، لقينا انه نحن فينا نجتمع بحلم هو اسمه مدينه السلام، سميناه يعني لتقدر تحضن كل هالولاد اللي عم بيواجهوا كل هالظروف. مزبوط. المأساويه. مزبوط. هلا اقترح علي كمان انه اترشح على انتخابات الاتحاد حمايه الاحداث، وانا كمان عضو بالاتحاد، وبجمعيتي في عندي حمايه احداث. بتعرفي دائما لما بتكوني انت عم تشتغلي انت والدوله، يعني دائما عندك انه لا ما في مصاري ومشاريع بتبقى صعبه، وضع صعب اليوم ما فيك، انه مثل اللي بيقولوا اخر شيء نحن بدنا نحقق هيدا الحلم، وهيدا الحلم بيتحقق حسب خطوات متتاليه. يعني ما فيكي انت اليوم تغيري. يعني بمبادره فرديه منكم كخطوه اولى، واكيد بتلجأوا للدعم المعنيين. مزبوط. والرسميين. اعطينا فكره بس حسب خبرتك سيدي مكاري عن وضع الاحداث المخالفين للقانون اليوم بلبنان، هل في اماكن مخصصه لهم؟ في هن هلا الاحداث بقلب سجن روميه، وهيدا يعني في اصلاحيه لهم بسجن رومي خاصه لهم احداث. ايه نعم. في هن بلوك لهم، وفي اصلاحيه بالفنار مخالف للقانون العقد مع الامم المتحده، لانه ممنوع يكونوا مع الكبار. هلا في الاصلاحيه بالفنار كمان، شو يعني وضعها؟ يعني بتعرفي انت انه لانه في دائما الماديات بتبقى ناقصه. ارتقينا نحن انه اذا اليوم في احد الطلاب كليه الهندسه عمل مشروع هندسي عن الاحداث، وهي كانت كمان تحت اشراف الدكتور غسان رباح، يعني عملناها سميناها نحن مثل بيقولوا عماره الاحداث. نعم. ضمن مدينه السلام. ضمن مدينه السلام. وبتعرفي هي بدها خطوات، يعني انه اول شيء تتشوفي الارض. توفقنا، طلعنا عند الرئاسه العامه المارونيه، عرضتوا المشروع على رجال الدين. مزبوط. شو قدموا لكم؟ قدموا لنا ارض بصغارتها بمنطقه رشعين بعشاش. نعم. 15000 متر مربع، اللي هي قريبه بين طرابلس وصغارتها، يعني بتعرفي طرابلس عكار بهيدي المناطق اللي هي تسببت كثير بالحرب الاهليه. صح. يمكن الاحداث بهالمنطقه بالذات عم بيواجهوا ظروف صعبه كثير. مزبوط. من حتى قبل الحرب الاهليه، يعني بتعرفي بيبقى الناس اللي هربانه، اللي الاطفال اللي
وخصوصا اذا هالحدث اللي عنده مثلا مشاكل بيكون ضرب سكينه او سرقه، لانه في فقر، في يعني كرمال لقمه العيش عندهم، او تشتيت عائله. عندنا نحن القانون بلبنان انه اذا انت صار عندك صوابي بتصير كثير صعب انه شخص يقدر يطلع. ومشان هيك نحن لما عم نشوفهم انه هالحدث بدك ترجعي تعملي له اعاده تاهيل، قلنا نحن بنجمعهم بهيدا المكان بهالهندسه اللي نعمليه والارض اللي انعرضت علينا، يعني انه اجتنا الموافقه نحن من الاب توني فخري، هو كمان تحت اشرافه، بنشكرهم. هلا اكيد الشكر لهم كثير كبير. نحن هلا بصدد قدمنا طلب رعايه وحضور ووضع حجر اساس لغبطه البترك، وناطرين منه التاريخ يحدد لنا موعد تنقدر نحن ننطلق بقى بهيدا المشروع. نعم، فاذا الخطوه الاولى كانت تحويل هالحلم اذا بدك من رؤيه بالراس لورقه وقلم او هندسه المشروع. اخترتوا مهندس وكان مشروع تخرج له؟ هو طالب بكليه الهندسه وعطانا المشروع. يعني كان هون شو عم نشوف هيدي الهندسه عاملينها نحن بشكل عصري، يعني مثل الشروط تبع الامم المتحده لحقوق الطفل. عم بتشوفي انت هيدا من بعيد كيف بده يكون مدينة السلام كلها سوا. هي مجموعة بلوكيت. من المباني؟ ايه مجموعة بلوكات، وراح تكون مألفة من 5 طوابق. نعم، يعني أول طابق راح يكون للإدارة. تاني شغلة بيجيبوا لنا نحن الحدث لمن بيوصل. عم بيسرعوا لي شوي بالصور لأنه في حد الحدائق شايفتيها شو حلوة، هن هول السجناء الأحداث كمان راح يكونوا هن مهتمين فيها. في ملاعب كمان لها. الطابق الاول رح يكون بس النيابه العامه هي بتبعث لك الحدث، بتعطيه انت مثلا بتصوريه بتعملي له ملف على حسب الحدث اللي هو الجرم اللي هو فيه. بعدين بترجعي في الاداره باول طابق، ثاني طابق في المنامه لالون اكيد مع الاساتذه المختصه اللي دائما بده يكون فيها 24 ساعه اساتذه معهم يعني مراقبتهم. ثالث طابق بده يكون في اللي هو مدرسه تعليمية، لأنه كمان شفنا وزارة التربية أنه تا هالطال الحدث لما بيفوت أيام بيكون أنه بحاجة تيتعلم. أكيد بدك تكوني أنت مع وزارة التربية لأن تا ياخذ شهادة على كبر، أو إذا بده هو يكون في عنده حرف يدوية. نعم، يعني كل هالأشياء اللي مقدمينها بمدينة السلام بتتماشى مع شروط العقد البروتوكول مظبوط للأمم المتحدة؟ مظبوط. يعني اللي منا موجودة بإصلاحية رومي ولا إصلاحية الفنادق؟ لا، هلا هي مخالفة، يعني الأحداث محطوطين بسجن رومي، هيدي مخالفة للتطبيق مع الأمم يعني المتحدة. رؤيتكم لمدينة السلام كيف بتختلف عن الظروف الموجودة حاليا بهالإصلاحيات؟ شو حابين تغيروا انتم؟ رح تكفي لك لانه اليوم في عندك بلشنا بالطابق الاول الثاني الثالث، بعدين في عندك الطابق الرابع اللي هو المطعم، واكيد بيكونوا هن السجن يعني رحنا نقول احداث. هن كمان بيتعلموا، بيكون في شيف عم بيعلمهم كمان الطبخ، واذا حبوا انه يطلعوا على بالمستقبل بيكون عندهم هيدي كمان مهنه لايد لالهم. الطابق الخامس رح يكون في محكمه، يعني القاضي المختص يعني القاضي بيجي على مدينة السلام. الأحداث أبدا ما بيتركوا هالمدينة؟ لا وحتى أهلهم بيجوا لعندهم بيشوفوهم، ورح يكون في هني كمان مهتمين في ملاعب رياضية وفي حدائق هني بيهتموا فيها. يعني أنت عم بتحطيهم مثل شبه ضيعة، ضيعة صغيرة خاصة لألون، ضيعة صغيرة خاصة لألون، وبيطلعوا على المجتمع ما بعيد بدهم إعادة تأهيل، لأنه أنت كل شيء جوا عم بتجهزي لهم إياه، يعني عم بتحطيهم ببيئة حضارية، مش عم بتقولي لهم إنه أنت يعني الحدث لما هو بيكون عمل شيء جناية كانت إنه لأنه مرة واثنين وثلاثة لما بيكون بسجن رومي عم بيرجع بيطلع، بتعرفي أنت مع كبار يعني عم بيشوفهم، أو بقصر العدل لما عم بيروح على المحكمة عم بيكون مكبلين ايديه، عم بيكون عم بيشوف هالكبار وزحمه يعني هيدا ضد الاتفاقيه مع الامم المتحده. يعني هدفكم الاساسي هو انشاء اصلاحيه عصريه او حضريه، ضيعه مستغاره مثل مدرسه داخليه لالهم حتى يقدروا يعيشوا فيها بسلام مثل عنوان هالمدينه. مزبوط مزبوط. هلا نحن اذا ان شاء الله مثل ما بيقولوا هيدا الحلم يتحقق عم نشتغل عليه على خطوات متتاليه. يعني
وإذا توفقنا في، لأنه معمول نحن عقد بروتوكول مع الأمم المتحدة بجنيف، أكيد كمان بنبعث لهم نحن المشروع، بيرجعوا هن بيبعثوا لنا، مثلا عملنا اتصالات نحن مع الجالية الأسترالية كمان، فينا نحن كمان نبعث لهم المشروع، كمان إذا في أرض بيجوا بيعملوا كشف، يعني بيصير مثلا مع وزارة العدل، مع وزارة الداخلية عملنا اجتماعات معهم، مع وزارة الشؤون، تقريبا كل هالوزارات إذا ساعدونا بلا ما يبنوا هالسجن للكبار، خلينا نتعاون نحن وياهم، هيدي البيئة الأرضية إذا ما حضرتيها وأنعشتيها وخليتي يكون عندك مجتمع صالح، لأنه هن رح يرتدوا عليكي. لأن اليوم هيدا هالشخص اللي بده يطلع بسرقة بيرجع بعدين بالمخدرات، بيرجع بعدين، يعني بالنتيجة انه مش وحده الجريمة عم تتكرر وعم بتكون أسوأ بمعظم الحالات، عم بترتد عليك، لأنه انت اليوم حتى سياسيا عم بيستغلوهم، يعني هالظروف كمان في أحزاب كثير عم تستغلهم. لا مشان هيك لما بتشوفيهم انت بهيدا هالمدينة السلام، بتخيل انا انه رح يكون في عنا مجتمع شبه مثل ما بيقولوا، مثل ما قلنا حلم، يعني هلا بيحق لنا نحلم، يعني نموذج عن المجتمع او الحياه اللي كلنا بنحلم نعيشها. مزبوط. خلينا بس تنعطي المشاهدين فكره اوضح عن هالرؤيه اللي عندكم اياها لمدينه السلام، اذا نحن زوار وداخلين على هالمدينه شو معقول نشوف؟ يعني حكيتي عن حدائق، حكيتي عن ملاعب، حكيتي عن مسبح. ايه راح، وهيدا كله بيهتم فيه السجين، هني راح يهتموا، لانه انت اليوم بدك تحطيهم ببيئه مثل ما كنت عم يعني راح يتعلموا الاكتفاء الذاتي. ايه ايه، لانه غير اكتفاء ذاتي، يعني مثل انا دائما بقول لهم انه في بعد دراسه عملناها نحن عن سجن طرابلس، لما كنت روح انزل تشوف ليش هال 500 600 سجين من بيئه معينه بطرابلس، لما بتشوفي انت انه هيدا عنده عائلته كلها سوا، مثلا هني بالسجن صار عنده ما عم بيشوف شيء ثاني تيعرف يختار. انا دائما مع حريه الانسان، انه انت اليوم تأرجيه اشياء كثيره وبعدين خليه يختار، ممكن يصير هو صالح بالمجتمع، ليش دائما نحن بدنا نقول انه هو منو صالح وهيدا هون مش مزبوطة؟ بس انت اليوم ما عم بتأرجي شيء، يعني ما عم تعطي خيار تاني تهو يختار. يعني هون قدي البيئة لها تأثير على الشاب أو الصبية، قدي أوقات البيئة بتفرض على الشاب أو الصبية ظروف ما بيقدروا يطلعوا منها، وكأنه ما عندهم خيار تاني. مش ما عندهم خيار، بتصير سهلة بالنسبة لألهم، بتصير سهلة، يعني اليوم لما بتشوفيهم انت عم بيشوف هالطفل او هالبنت، عم بتشوف امها او عم بتشوف بيها بالسجن، خالتها، عمتها، يعني هيدا محيط كله سوا عم بيكون بالسجن، صار عندهم اياها مثل كانه شغله كثير هينه، غير ما انه شي شخص بيكون كثير بعيد عنا، بتحسي كلمه سجن تبقى كثير صعبه عليكي، انه لا كيف سجن؟ يعني بالنهايه هن ضحايا ظروفهم. اكيد اكيد ضحايا ظروف. والمؤسف اكثر ست مكاري، وانت بتعرفي انه معظم هالشباب والصبايا اذكياء، يعني عندهم ذكاء. ما نحن ما انا بعد ما يعني بعد ما شفتهم، وفي نحن بالفنار إذا بتطلعي وبتشوفي الحدث، يعني أنا بحب ما بحب أقول عنه سجين، يعني بتشوفيهم كلهم حياة، عندهم ذكاء خارق عشوائي، يعني أنت قادرة اليوم ذكائهم بلا ما يكون يروح للسرقة، يروح للاحتيال، حدا مثلا كبير بالعمر شوي ياخذهم هن ويتبنيهم ليصيروا مثل عصابة، لا فيك انت اليوم يكونوا بالمجتمع، ممكن يعني مش رح نقول عباقرة، بس انه اكيد بتخلقي منهم شيء، اكيد بتخلقي منهم شيء، بعدين بتحكي انت معهم وبتكوني قريبة منهم وعم تحتكي فيهم، بتحسي كله براءة، يعني حتى الجرم اللي هن عم بيفتعلوه ما بيعرفوا قيمته، ما بيعرفوا شو عملوا، ما بيعرفوا انه قديش هيدا مؤذي، بيفكروا شغله كثير طبيعيه. مشان هيك اللي بيشوفوكي انت انه ما عندك شيء بيقولوا لك نيالك، طيب لا انا مش نيالي، بس انا لاني ببيئه غير بيئته. نحن مشان هيك يمكن اهم شيء عم تقدروا تعملوه ست مكاري هو انه ما عم تحكموا عليهم مسبقا مثل بقيه المجتمع. أكيد لا. أكيد اللبناني، انتوا عم لا. بتقدموا لهم فرصه لمستقبل افضل بالرغم من الغلط اللي ارتكبوه، عم بتعلموهم مهن، مدرسة، حتى هن عم يكونوا بدهم يتعلموا كمان. عايشين بالطبيعه، شو اهميه العيش بالطبيعه لهم؟ عم يشتغلوا بالزراعه حتى. ليك الشغله كثير مهمه الطبيعه، اول شغله بتخليك تحبي الحياه، لانه اليوم لما بتطلعي بتحسيها هي فن بحد ذاتها الطبيعه، يعني بتشوفي انت اذا قعدتي وطلعتي شفتي القمر، شفتي النجوم، شفتي الشجره، طب لو يعني بتشوفي الحشيش، بتشوفي اذا زرعوا مثلا، هذه راحه نفسيه بحد ذاتها. ايه ايه، وحتى اليوم لما بتزرعي
الزراعة السمراء اللي أنت بتقط فيها بتحسيها مثل كأنك عم أنت عملتي شيء، بصير عندك علاقة كتير حميمية وخاصة بينك وبينهم، يعني مثل كأنه أنت بينك وبين الأشخاص، كان بالزراعة كان بالشجر كان بالطبيعة، يعني حتى عاملين لهم بالصور إذا شفتوا من يعني مش شبك مثل السجون، يعني عاملينها بطريقه كثير عصريه تما يحسوا حالهم انه هن بسجن عم بيطلعوا هيك من شباك كثير صغير، انه لا هن فين يكونوا برا وفين يكونوا بحديقه، وبعدين انه ما فيك تقولي لهم انت ما عملت جرم، لانه الجرم اللي هن عملوه بدهم يكونوا اكيد عقاب لالهم، بس نحن رح يكون عقابهم مدينه سلام، مش رح تكون مثل ما بسجن رومي. نعم، جزء مهم من اعاده تاهيل هالاحداث هو الدعم النفسي او العلاج النفسي اللي بتقدموه، ليش فكرتوا بهالموضوع؟ لانه دائما انا كنت فكر انه بالمجتمع يعني من بعد خبرتي برجع بقول لك عن السجون، لقيت انا انه هيدا السجين انت برا في مرته في عنده عائله، ما فيك انت اليوم تشيلي سجين وتشتغلي عليه، بدك تشتغلي على بيئه كامله. نعم. متكامله. وبلشنا نحن لما بتلاقي في عندك هيدا الحدث اذا عدتي اشتغلتي عليه بتقدري مثل تشتغلي فيه، يعني مثل عجينه طريه بعدها بتقدري يستوعب عليك وتعرفي انت كيف بدك تاهلي تيكون بالمجتمع، بس بعد ما يكبر بيصير شوي انه صعب الا اذا بحال مثلا اكسيدون ما صار بحياته للشخص، لا ما في خيمه فوق راس حدا. نعم. يعني هيدا يعني مثل ما بيقولوا نكسي انا بقول لهم بحياته بس بيرجع بيتصلح، بس شخص انه حياه كامله مع ظروف كامله مع بيئه كامله انت ما فيك تجي تقولي له لا تصلح، بدك تصلحي له الارضيه ترجعي. نعم. بعدين تاهليكم بالمجتمع شخص. نعم. ممتازة. من حوالي 6 شهور عملتوا اطلاق رسمي لهالمشروع او افون بروجي. مزبوط، ايفنت تحت رعايه دوله الرئيس نجيب ميقاتي، وكان مركز العزم هذه صور من الحفل. مزبوط، قائم مقام صغارتها مع المطران جورج ابو جودي ممثل غبطه البترك، مثل عن قائد الجيش والوزير الدفاع، مثل عن وزاره الداخليه، مثل عن لواء اشرف ريفي، يعني تقريبا كان نحن دعواتنا بتكون بالاجمال، يعني كان في حضور رسمي كبير. هي بالاجمال دعوات الشيء بيترجم بدعم رسمي كمان كبير؟ تلقيتوا دعم؟ لانه الدكتور غسان رباح هو الرئيس الفخري. نعم. كمان كنا نحن عم نقدم لهم جوائز فخريه، يعني انه تكريم مثل ما بيقولوا للرؤساء الفخريين. الدعوة دائما بتشمل المجلس الوزراء، المجلس النيابي، البلديات المخاطير، لانه هن الفاعلين بشغلنا، يعني اليوم نحن بنحتاجهم. دكتور برنار جربيقة كمان رئيس فخري لحماية الاحداث، كمان دكتور عصام الدعوق الرئيس الفخري كمان لاتحاد حماية الاحداث، قدمنا لهم دروع بهيدا الايفنت كمان. نعم. هالمشروع جميل ولكن واضح انه مكلف جدا كمان، منين عم تتلقوا الدعم المادي الاكبر؟ هلا بالبدايه اجتمعنا مع وزير العدل، لانه نحن في مع الاتحاد حمايه الاحداث في موازنه بتقدمها وزاره العدل، اجتمعت مع وزاره الداخليه كمان في موازنه بتقدمها وزاره الداخليه، اجتمعنا مع وزاره الشؤون، وتقريبا يعني مثل ما شفتي حضرتك انه الوزراء كلهم. هلا اذا الدوله يعني مثل عملنا اتفاقيه نحن وياه هون انه اذا دعمتونا بالموازنه اللي انتم عم بتقدموها، وفي الامم المتحده بجنيف كمان رحنا نحن نبعث لهذا البروجي من جمعه، كان الرئيس غسان رباح عنده مؤتمر كمان بالامم المتحده بجنيف، وكمان في الجاليه الاستراليه اخذت كمان المشروع، لانه فينا نحن كمان نوسع نعمل مركز اعاده تاهيل ل في بالجالية الاسترالية، كمان في عنا مستوصف رحنا نعمله، رح نعمل مراكز اعادة تأهيل المعوقين، يعني كمان عنا مشاريع شوي عم نحلم مثل ما بيقولوا كل مرة بمشروع زيادة. بتحلموا ولكن عم بيتحول بخطوات ثابتة لحقيقة. ان شاء الله ان شاء الله. خرائط موجودة، تخطيط خلص، الهندسة انتهت، شو ناطرين هلا؟ هلا ناطرين تنحط حجر الأساس، لأ مثل ما بتعرفي حضرتك إنه اليوم الممول اللي بده يجي بده يجي يكشف على الهندسة، بده يجي يشوف الأرض، متى ما نواجده بيصير اليوم في صدقيني
بعد خبرتي ونحن صرنا بنعرف انه حتى بكل اللبنانيه اللي هن برات لبنان بيقولوا لنا اعملوا شيء مشروع يكون مزبوط ويكون ناجح بمولوك، يعني ما في حدا بيقول لك لا. بس اليوم اللي نحن عم بينقصنا الجديه بالشغل اللي نحن عم نطلبه. نعم. اللي من هلا طلبنا نحن من كمان انا بالعضو بالنادي الشرق لحوار الحضارات، حكينا مع وزير العدل باستراليا مستشاره، هن جايين بايلول، بعثنا لهم البروجي، راح يجوا كمان يعملوا كشف على الارض. يعني بتعرفي حضرتك لما بتكوني انت في شيء ثابت موجود وجديه بالشغل، بتصور انه يعني قد ايه ممكن ياخذ وقت قبل ما يشوف النور هالمشروع اذا تأمنت تأمن كل الدعم اللي يعني مش قبل ثلاث سنين. مش قبل ثلاث سنين، بس انه منيحه ثلاث سنين يعني. كثير منيحه. نطلنا كثير، نطلنا اشياء كثيره. هلا فينا ننطر نحلم شوي، المفروض نحلم بلبنان، لان اذا بدنا ننطر نحن الظروف والاحوال والاشياء او الدوله لتنفذ هالمشاريع رح ننطر كثير. ليكي هلا الدوله، انا شخصيا يعني بحكي عن نفسي وبسمح لحالي اني احكي، مثل ما بيقولوا نحن حاطينهم بمحل كوكب ثاني ونحن عايشين بكوكب ثاني، لانه الدوله بس هيدا غلط بحد ذاته. ست هيدا مكاري. لبنان، هيدا لبنان. لذلك النتيجه هي مبادرات فرديه مثل اللي انتم عم بتقوموا فيها. مزبوط. بس اليوم ست رولا، انا بجتمع كثير مع معالي وزراء، رحنا نقول لهم مع سعاده نواب كمان رحنا نقول لهم، صدقيني بيطبطبوا لك اكثر شيء برافو ايه ونحن معك، بس عند وقت الجد لا ما في حدا ولا موجود حتى بيعدوا يردوا عليك. بقى مشان هيك مع احترامي كثير لهم، انه خليهم هن عايشين بكوكبهم. بالقليل في بعض بدنا نكمل جوانب بتجاوبوا معكم. نحن اللبنانيه الحلو فينا انه نحلم ونحقق طموحنا واحلامنا، والشعب نحن عم نعرف مثل انا بقول لهم نحن بنعيش مقايضه مع بعضنا، يعني ما بدنا انه يعني يحلوا. حلو عنا، حلو عنا. قلت عنك ما تزعلي. في جيل جديد، في جيل كامل ست مكاري انت بتعرفي وقع ضحيه ظروف هالبلد، ويمكن هالظروف ادت الى انه هن يرتكبوا هالجرائم، واذا ارتكبوا هالجرائم لاول مره الحق عليهم، ولكن اذا نحن تركناهم يكرروا هالجرائم الحق بيبقى علينا نحن. فمنهنيكم على هالمشروع، بنتامل انه يشوف النور قريبا جدا، وشكرا لوجودك معنا. مرسي لكم، وان شاء الله يا رب النهار اللي بدنا نحط حجر الاساس اكيد بكونوا من المدعوين حضرتكم. نتمنى. اهلا وسهلا فيكي. مرسي. وقفه قصيره مشاهدينا وحلقتنا بتكمل.